سافي الان كنتواجدوا في قنطره الازهر. هذه القنطره اللي كتعرف اشغال هذه مده اكثر من 6 سنين. قنطره بحجم 300 متر ما كتعداش 300 متر. 6 سنين هذه اقل مده وهي باقين كي نفس السيناريو كيتعاود كل عام. كل عام كتبدا الاشغال وما كتساليش. الساكنه كتشكى، المواطنين المره من هنا كيتشكاو، خاصه ان هذه القنطره هذه راه كيدوز منها، راه هو واحد الطريق مهم اللي كيدوز منه الساكنه ديال سيدي البرنوسي، الساكنه ديال الازهر، واناسي واحياء اخرى. علاش هذه المشاكل؟ علاش المسؤولين حتى لحد الان ما خداو حتى شي خطوه ايجابيه في حق هذه القنطره هذه؟ علاش باقي رغم الشكوى ديال الناس باقي ما دار حتى شي اجراء وباقي ما كملاتش الاشغال؟ هادشي كامل غيجاوبونا عليه ساكنه المنطقه وغيجاوبونا عليه المره من هذه القنطره هذه. الا كان ممكن عافاك تحدثنا على المعاناه ديال الساكنه ديال هذه المنطقه هذه، وخاصه منطقه مدينتي الازهر البرنوسي، كل شيء هذه المناطق فيما يخص هذه القنطره ديال الازهر. منذ 18 سنه تقريبا سكنت في هنا في هذه الهنايا في هذه الاقامات، حنا كنتعانيو من هذه القنطره بزاف، بالاخص هذه القنطره. هذه القنطره من مع العشيه مع ميقات شي 6 العشيه، ما بين 6 حتى 7 العشيه كتكون واحد المعاناه، وفي الصباح عاوتاني تكون هذه الخدمه ما كيلقاوش من يدوزوا، والسيكاسو كتكون عامره بزاف. وما عرفتش اخو المشكل اللي كاين عندنا، هما داروا 3 قنطرات دقه وحده، دابا هذه الوحيده اللي خلاوها ما تلقوهاش. هاي تلقوا ديال هنا ديال القدس تلقوها لينا تلقوها، وهذه ديال المرج ديال حدا اللي كتهبط المرجان تلقوها، وهذه ما عرفتش علاش. والقنطره هي دارت كامله ما كاين حتى شي حاجه، وما عرفتش اخو ما فهمتش علاش انا الناس كيدوش. وهاد البلاصه هو السونتر تقريبا تاع البرنوسي، اننا هاد الشارع هذا كيأدي ادي السكاني ازهار مشروع سكاني البيضاء كل شيء كيطلع من هنايا. والمشكل الاخر اللي عندنا عاوتاني هو ديال بهاد الساكنه كلها تقريبا راه نص اكثر من نص على البرنوسي تطلع فوق القنطره ديال لوطوروت. ولكن المشكل اللي عندنا دابا شي واحد بغى يهبط للرباط ما عندوش من يهود، اما يمشي حتى ل 17 عين حرودة او يدخل لوطوروت، اما يمشي حتى لهزيناتاي عادي يجي لوطوروت. والخرجات ملي كتمشي اي قنطره فيها خرجه فيها خرجه فيها خرجه، والدخلات ما دايرينهمش بصفه نهائيه. ومشكل اخر دابا الطريق كتعمر بزاف بالاخص في العشيه والصباح، وما عرفناش شكون المشكل اللي عندنا دابا مع هاد القنطره. علاش دابا سادين هاد السده وهي كامله مكموله ودايرين غالبا دايرين حابسينك من هنايا حابسين. ممكن مازال دابا داروا واحد شويه عطونا لافونتاج تقريبا شي 20% ملي فتحوا هاد الطريقه. انت اللي كنتي جاي من هنا كنت تمشي للرباط كنتي كتوقف هنا كتحبس الناس اللي غيدوزوا، دابا داروك دخلها على اليمن كدور على اليمن كتبطل لوطوروت. والمشكل دابا اللي كاين ان النفق تاع الموحدين مؤخرا هو كملوه، وهذا النفق تاع حي المحمدي جيت العماله كملوه، وهذا ما بغاش يكملوه. ما عرفناش شكون المشكل، بزاف كيضروا منه الساكنه. والمشكل كتوقع شي اكسيدون كتحبس الطريق سيركاسيون كتحبس، والناس اللي خدامين كلهم كيمشيو روطار وكيبدا الغوت والضجيج والزحام. والله يحسن المساكن حتى البوليس كيخدموا مساكن ما كيوقع المشكل كيتمحلوا حتى هما. اما كون صلحوا هاد الطريقه تولي الطريق مزيانه ما غيبقى لها مشاكل لا والو، وديروا هبطات ديال لوطوروت للساكنه وغتولي الامور مزيانه، ونتمناو الخير ان شاء الله لكل شيء. اختي دابا كل صباح كما كتعرفي بنادم كيكون غادي للسونتر، ومره كنكون جاي بحال هكا والطريق كتكون عامره بزاف. بعد مرات ما كنفيقش بكري كتبقى ديك 5 دقائق زعما راه عندي بيكالا غنجينيش، كنلقى الطريق عامره هنا وفي شنطاري اللي واحد 4 ديال لي زاكسيدون كاملين. كل صباح كنكون غادي من هنايا، وعاوتاني كاين مشكل اخر كنكون غادي الاوتو ستوب من هنايا، غالبا الطوموبيلات ما كيجيبوش الدور منه وكيوقعوا دي اكسيدون بزاف فهمتيني. واخا كاين البوليس وهكا ولكن عاوتاني كتشوف الزحام، كاين اللي عنده غير بيكالا بلا ما غير عايش انت غادي بيكالا يقدر يضربك الطريق شي حاجه فهمتش. هادشي اللي كاين اخويا على الطريق، وكان ديما كنقول لهم امشي غتصيب فهمتيني، حيت كنمشكله واحد العرقله كبيره انا دار السير عاوتاني. هادشي اللي كاين غير شي كانش عقد، لو كان خلاوه غير كما كانش في الاول يبان لك تسيرنا عادي، القنطره ما يطيحش فيها شحال من واحد، هادي داروها مجرد عرقله سير فهمتيني، بحال زاد كبرت المشكل وصافي. البلاصه بالخصوص هنا في الليل كتكون ما فيهاش اضاءه بزاف، يعني بنادم غادي على رجله يقدر يخاف على راسه، وهنا كاين اللي ما عندوش الضوء كاع وجاي ما كيعرف لا مول البيكالا قدامه ولا ما حتى شي حاجه فهمتش. ما كاينش عاوتاني دي فلاش ديال القيف هنا بزاف، كاين اللي ما عارفش الطريق كيجي كيدور يقدر يضرب شي واحد فهمتيني. هادي الحاله اللي كتكون ديما في كل صباح. واف صراحه كل واحد شنو كيقول، كاين اللي كيقول الناس ما كيخل الناس اللي مسؤولين ما كيخلصوش اللي كيخدموا هنايا، يعني اون فوا كيعطيهم غير شي حاجه بسيطه كيجيو يديروا شي حاجه وكيمشيو، يعني كل مره كيصاوبوا بشويه بشويه.
على حساب القدرات ديال الاخرين اللي كيمولوهم. المسؤولين اللي الخطا ديالهم هاد هما ما كيمولوش المشروع كيف ما مكلفين به. وشنو المشاكل اللي شهدتي عليها في هاد القنطره؟ اولا حوادث السير يوميين كاينه, الي غوتور ديما كتلقى كسيد, ديما لومبوتياج مع الصباح ضروري الصباح وعشيه مع الوقيشه ديال الدخول ومع الوقيشه ديال الخروج. القنطره راه هي الوحيده اللي كيدوزوا منها كاع الناس اللي ساكنين في ازهار اناسي كلشي, يعني راه ديما كتكون عامره, يعني ضروري خصها تتسع باش يلا تكفي هذاك القدر اللي كيدوز منه ديال السيارات والشاحنات وكلشي. بالنسبه لهاد الحفره ولا القنطره راه ما يمكنش, خصوصا بالليل راه كيكون كاين لا اناره لا والو. انا واحد النهار جايب موطور بالليل ما كانش الضو, ضربت حفره كنت غنموت كنت نحملها, جايب حفره عرفتي قداش, راه البارح عاوتاني ضار فيها واحد من الطوموبيل كان هو غيموت دخل في داك الشيء اللي من الليل. هذاك النهار دري اخر عاوتاني بسي 50 جاي ضرب فيها قطع على وجهه غيب راه الضو المنصور. هذا الشيء اللي كاين نقول لكم علاش هاد الحفره هادي اختي كنعانيو معاها شحال هادي, كنكون ساقين موطور شي لعابه كنجيو ما كاين لا الضو لا والو. شو واحد ممكن نعرف ديك الحفره راه كي الدراري تفرقع لي بنو, والواحد البارح راه هو دخل طوموبيل دخل في البيس ما فهمنا والو. هادي خاصنا الضو خاصنا نسوي ديك الحفره. المهم هاد القنطرام ديال الازهر راه فيها الاشغال تقريبا عام ونص, باقا ما سالاتش الاشغال فيها, فيها ازدحام بزاف فهمتي, وتا الاشغال ما عرفناش علاش لحد الان باقا ما كملاتش, مع انها راه ما كاملاش واحد 200 متر ولا 300 متر وبقاو فيها عام ونص. الله اعلم علاش خصها تصلح, لان طريق رئيسيه طريق رئيسيه هذه راه تقريبا راه هي اللي تهبط الحي الصناعي ديال عين السبع, وهاد الازدحام راه ما عرفناش يمشي غيسالي, ولكن راه خص الاشغال راه معطله بزاف. كانت هذه اجابات على اسئلتنا من عند المره من هذه القنطره هذه. ف مادمنا كنتميو نفس الدوله وحاكمنا نفس الحكومه, علاش الرباط المشاريع ديالها كياخذوا مده اقل من المده اللي مخطط لها؟ فمثلا الممر ديال سلا الرباط دار في مده لا تتجاوز 45 يوم, بينما هذه القنطره هذه خدات سنوات. فنتمنوا المسؤولين انهم يجاوبونا على هذا السؤال بالضبط ويفسروا لنا علاش هاد الاشغال ديال هاد القنطره هذه واقفه هذه سنوات وما بغاتش تسالي.